لهنايا اليوم عندنا شعبانة الأخ رضا هو اللي كيجمعنا هنايا في مناسبة ديال قناوة ديال شعبانة والإخوان هنايا كاملين الحمد لله مجتمعين الإخوان مسلمين ديالنا المغاربة ديالنا كاملين هنايا مجموعين والحمد لله حنايا ما كنحسوش بالغربة هنايا الأخوات كاملين مسلمين وحتى النصارى معنا الحمد لله متفقين مع بعضيتنا كاملين مزيانين كنعملوا الدقة مراكشية والإخوان كاملين هنايا فرحانين وجينا هنايا نحتفلوا بشعبان. كنخدم نفسي سي الفنان عبد الغفور أفيلال عضو من الفرقة ديال جروب رضا اللي فيه قناوة في أحمد شاي يعني كيجمع جميل جميع الأنواع ديال الموسيقى الفولكلورية والموسيقى المغربية على العموم. احنا دابا انسان في صدد دخول شهر رمضان كل عام كل عام كنعملوا هاد الشعبانه والشعبانه المغزى ديالها من كنجمعوا الجاليه المغربيه ونعرفوها بالتراث ديالنا بعداك الاصيل منه بحال اللي قلنا قناوه وحمادشه وعساوه يعني كل ما كيتطرق بالفن المغربي وكنجمعوا الناس باش يعرفوا اشنا هي المعنى ديال الشعبانه. الشعبانه كنعملوها استعدادا لدخول رمضان كان باش منها نعرفوا الناس شنو رمضان وشنو هي هذا المغزى من هذا الحفل والتجمع الشعبي المغربي بعداك محلي عندنا حنا تقريبا بروكسل راه بحال المغرب بحال هذه كنقوموا بجميع الطقوس المغربيه هنا في السلام عليكم حميد بوهلال مقدم نتاع الطريقه صحيم ومختار مغربي يعيش بفرنسا وجيت نحضر في هذه المناسبه هنا في بلجيكا مع عندي التلاميذ ديالي اللي ولاو مقدمين هنايا وجيت نحضر معاهم في شعبانه هنا في بلجيكا. شعبانه الخلاصه نتاع الامر نتاع شعبانه شنو هي؟ هي احنا المقدمين والفرق ديالنا كتخدم العام كامل ومني كيقرب هذا الشهر المبارك نتاع رمضان قبلو نديروا هذه الشعبانه كبحال كختام نتاع العمل اللي اشتغلناه العام كامل باش كنتغافروا فيه وكنتهضروا فيه ونتشافوا المقدمين مع بعضياتهم وكنديروا ليله كبيره اللي كتكون انك بدايه شيء شعبانه او عساوه او قناوه او جلاله الطرق كلها يعني طرق صوفيه نتاع المحبه. اول حاجه كنتجمعوا في ديك شعبانه كنشوفوا شكون اللي مات من دوك المقدمين ومن دوك الناس كنعطيهم فاتحه وتنترحموا عليهم وكنشوفوا الاولاد ديالهم تنتغافروا معاهم ومنها كيتجمعوا المقدمين الكبار مع المقدمين الصغار وتنقولوا حنا الله يسقي البعض من البعض شي كيتسقى من شي البحر كيكب في الواد والواد كيكب في الساقيه فهمتي شعبانه كتبدا من اول نهار في شعبان يوميا فيها كاينين الفقيرات والمقدمات والمجدوبات والمقدمين وعساوه يعني كل ليله يا في طنجة يا في مكناس يا في الرباط يا في سلاء أنحاء المغرب اللي معروفة بهالطرق مراكش كذا كيحتفلوا بها يوميا يوميا كل نهار كتكون ليلة عند دار مقدم ولا مقدمة يعني هالطريقة معروفة ومحتفلين بها الناس تما وهنا حنا علاش أنا جيت من فرنسا لهنا حيت باش نشوف الأحباب ديالي وباش نزيد نهزوا الإعلام نتاع هاد شعبانة والميلودية وهادي باش نزيدوا ننصروها في بلاد الغربة. بسم الله الرحمن الرحيم نقدم راسي أنا سميرة مرض المعلم رضا وسكرتير لايس بي ال دونك لايس بي ال آخ فولكلور قناوة أليكزيز دوبوي 99 2000 أفون سيتي أولاد بامبارا ودوبوي 2005 أون لا شانجي أون لا مي آخ فولكلور قناوة. Donc depuis 1999-2000 jusqu'à présent, chaque année, fait de l'ouate à hadi, nous clôt ma partie là, on t'arrive ma partie là, on fukro le blad, le fukro le blad, lhaash gnawaram aslin, عندهم تاريخ قديم. وباش الحباب ديالنا نطلعوا مع بعضيتنا وهذه هي مناسبه دخلت رمضان وشعبان الجمعيه ديالنا كتورين الشباب كتعمل دلارتيستيك كتعمل دلا دونس فولكلوريك لارتيزانال كنعملوا دلانسيرسيون سوسيال افيك لي جون شحال ديال لي جون 15 14 كانوا مساكن ما كيفهموا والو ما نقولكش دي ديلانكون ان بو بيردو وشحال من واحد مشى في قناوه تعاون عجباته موزيقه قناويه روحيه ومشى غير مزيان فوالا